إلى ذلك جدد شيوخ ووجهاء وأبناء العشائر العربية في كركوك دعمهم وتأييدهم لقوات البيجمركة، مثمنين التضحيات الكبيرة التي تقدمها في جبهات القتال ضد إرهابي داعش لحماية أرواح وممتلكات مواطني كركوك بمختلف مكوناتهم وقومياتهم. شيوخ ووجهاء العشائر العربية أكدوا أن قوات البيجمركة جسدت ببطولاتها وتضحياتها أسمى معاني الفداء، وأن تضحيات شهدائها الأبطال من أجل الدفاع عن أهالي كركوك ستبقى خالدة في ضمائر الكركوكيين. أعرب شيوخ ووجهاء أبناء العشائر العربية في كركوك عن دعمهم وتأييدهم لقوات البيشمركة، مشيدين بتضحيات البيشمركة من أجل الدفاع عن كركوك وأهلها دون تمييز. شيوخ ووجهاء أبناء العشائر العربية بكركوك أكدوا خلال توافدهم على لجنة تنظيمات الحي الوسطي للاتحاد الوطني الكردستاني للمشاركة في الأمسية التأبينية التي أقيمت إجلالا وإكبارا لأرواح شهداء حتى اليوم، مثالا للصمود والتضحية والفداء من أجل جميع قوميات كركوك. جينا ها هنا في هذا المكان لنعزي أنفسنا ونعزي أهالي الضحايا من قوات البيشمركة، وذول الأبطال اللي هم أبدوا بأرواحهم ونذروا أنفسهم دفاعا عن هذه المدينة الطاهرة. باسمي وباسم عشيرة الجنابين في كركوك نشكر القوات الموجودة المرابطة على الجبهة والدفاع عن أهل كركوك، نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداء العراق وشهداء البيشمركة. حضورنا هنا تضامنا مع أخواننا لنعزي أنفسنا أولا ونعزي عوائل الشهداء الأبطال الذي قدموا أنفسهم فداء عن هذه المدينة عربا وأكرادا وتركمانا وليس دافع عن القومية الكردية وحدها. باسمي وباسم كافة العشائر وباسم عشيرة الهيف في كركوك أتقدم بأحر التعازي إلى كافة شهداء البيشمركة الذين ضحوا من أجل الدفاع عن مدينة كركوك الباسلة، ونحن معهم في كل الأمور والأحوال. حضرنا اليوم أمسية لتأبينية لشهداء قوات البيشمركة الأبطال الذين ضحوا وصدوا الهجمات التي تعرضوا إليها، وذلك حاولوا الاستغلال هذا الموقف للدخول إلى كركوك وطوبى لقوات الشهداء لشهداء البيشمركة الذين ضحوا بأرواحهم وبدمائهم الزكية التي ضوت أرض كركوك الحبيبة بالدفاع عنهم وأبعدوهم وكسروا ظهور هذه القوات الإرهابية. نثمن جهود الأخوة البيشمركة في الدفاع عن كركوك، هذه المدينة التي تضم مكونات كركوك اللي من التركمان والعرب والأكراد، ونحن نوازرهم ونكون بجانبهم. احنا لما البيشمركة ونعم منهم، لما البيشمركة كركوك سقطت حالة حالة صلاح الدين والأنبار والموصل. نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني محمد صديق أكد استمرار الاتحاد الوطني الكردستاني على نهجه في تعزيز أواصر التعايش الأخوي، مشددا على أن البيشمركة دافعت وستدافع عن جميع أهل كركوك دون تمييز. طبعا باسم مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني أشكر وجهاء والشيوخ ومثقفي ورؤساء العشائر العربية في كافة أنحاء كركوك، وخاصة أخواننا النازحين اللي نزحوا إلى كركوك لمشاركتهم في هذا الأمسية التأبينية، وفاء منهم وانطلاقا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن كركوك وأهل كركوك بكرده وعربه وتركمانه وكل آشورين. ونحن من هنا نعاهد كل أهل كركوك باسم البيشمركة وباسم القيادة السياسية في كركوك بأننا مشروع استشهاد للدفاع عن كركوك وأهل كركوك بغض النظر عن تسمياتهم ومكوناتهم، فأهلا وسهلا بهم، بارك الله بكم. الالتفاف الجماهيري العارم من قبل جميع قوميات كركوك حول البيشمركة رسالة محبة ووفاء ودعم لها لما قدمته من تضحيات. ستظل أرواح شهداء البيشمركة نبراسا تنير طريق الحرية والسلام لأبناء كركوك، وسيتذكر أجيال كركوك جيلا بعد جيل ملاحم وبطولات وتضحيات وشهداء البيشمركة بكل فخر واعتزاز.
من بين جموع الجماهير العربية في كركوك يشار خالد، فضائية كركوك.